طيبة الرحمة. والله العظيم ليش تسوي زي كذا؟ انا كتب اخويا كتبه تبغاني معك تفاهم ربي والله ما يخيب امرك انه راح يعطيك وراح تلقى الناس تقدر الشيء اللي تسويه. صح 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 حتى اخوياك يعني بيثمنون لك هذا الشيء. إيه حتى لو الناس ما عرفت مو لازم الناس، انا صح. بالنسبه لي اهم شيء اخوي يعرف من هم هذا يعرف من فلان يعرف صح هذه اهم شيء. لا والله فعلا هذا اللي شفناه يعني فعلا الفرصه هنا في ناس اخذوا فرصتهم سابقه في ناس لا. ايه في ناس يمكن ما تحصل الفرصه الا في صح صح يعني اصلا البرنامج هذا ما هو اوكي اخذوا باستخدام اهم شيء المكان بعكسك العيادة مع مين يا شباب؟ في بيارات يا عيال؟ فيه اودي بكاس شاهي لا الراسر شاهي ولا نعم؟ ابغى شاهي في نعناع في الراس شاهي اظن خلصت اجيب ثلاجة شيء طيب بروح قدي رايح خذ ثلاجة ما ابغى نعناع ابغى نعناع هذا نعناع؟ ايه في المخ والله هيا كلها لازم كذا كذا طيب عشان تسوي شيء ذكي يعني وتستغل الوقت خذ ذا حطه هنا حط الكاسات وودها سين ما كان يعطيك اياها كلها مره واحده ايش رايك؟ تعاجز كذا جايني توك شباب يا نواف عبد الحلال كم عمرك؟ كم اول اول ما هو 17 بس الولد صمل 17 اقول يا ولد الرجال يحلف كم عمري انا شوف في التاريخ عندي بطاقه هو قرا 17 بس ما كان 17 سنه ثاني يوم أنا يوم أنا كم السلام عليكم سلام كم تعطيني؟ أنت؟ قديم مرة شو القديم؟ قديم يا حبيبي كم عاد؟ قديم اللي بتعرفه كان أنا عارف شو اسمه معاد من زمان كم سنة؟ أنت واحد قال له ما أعرف والله زين حواس تخبره؟ معاد الحواس معاد الحواس الشرقي كنت ألخبط بينكم في شبه خفيف ناس كنت ألخبط بينكم برضه هذا اللي بيخرب أمه هذا بيخرب خلاص عمران صراحة الغالي هنا حط طيب كم كم يعني انت خلاص 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 هذا 10 نجيله 10 وتحت ها 10 وتحت انت ايه. ثمانية تسعة ايش 1000 كمان مولود 10 هذا هنا احنا كم 37 ايه لا 12 كذا اوه 12 11 ما يبي يعني انت الحين ما دام انت الحين عمرك تقريبا 25 26 انا عمري 20 20 لا 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 شوف والله مره ما تجي هذا اللي يقول لك لا 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 وين 20 صغير 16 يعني 17 زي صاحبنا 17 يلا من جد من جد شوف هويتك اصلا بعدين طيب ما شاء الله 25 كيف ان شاء الله تبارك ولا واحد زيه والله نازل عندك تحفظات اشتري طيب وين العمر ايش تبغى فيه اشتريت سماعه الحمد لله شاف انه العمر يعني ممكن لا بس القهوه يغير الصوره لا 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 القهوه يعني تتحرج هشام لو واحد سالك مثلا كم طولك لا 160 اي كم وزنك مثلا زي كذا 56 ما شاء الله عمرك حلو طيب 25 حلو ترى كبير هذا هشام اي لا كبير طيب مو باين عليه 25 ما شاء الله مواليد كم 11 واحد يعني انت نفس الشيء؟ لا لا اكبر مني انا اكبر منك معاك اسالك بالله يا رب يقول انا مواليد 17 الله يهدي انا مواليد 1117 يا ابن سريلة لا لا بعد الهوية نشوف ان شاء الله كم كم؟ اسال رامي الحاج ابوي عنده الهوية والله يا واحد طقطق عليه صح لا بس هو صمل الله يهدي انا بس انا ما حبيبي انا ما اتفق على موضوع الاحوال اي كنت رقدت عليه انت ما رحت الاحوال في شقرا هذا الكلام 1430 تأخرت في قصة والله ترقد عليها لا مو 30 130 يعني هو ترى وقت راح يعني كم كان عمره ما تحسب ما يمديك ما يمديك تحسبها مرة؟ لا لا هو ما تدري أي يوم ستار ستار أي يوم أنت أكبر مني بسنة أكبر هو عمره 25 سنة تذكر اليوم لا لا يا على الشرط أنت أكبر مني 25 عمره أنت أكبر مني بسنة أيام الأسبوع أنت ولدت فيه؟ 26 25 26 إلا هو في الويكيبيديا هذا كم كاتبين عمره؟ ويكيبيديا الموسوعة الحرة الحين خمس اسئلة في وقت واحد ايش اجاوب عليها؟ انت جاوبني انا مو سؤال انا سألتك انت 26 انت 26 اي يوم من ايام الاسبوع لا لسه مو 26 هو 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 26 بس عادة والله الجمعة خميس خميس وانت يا الجمعة المهم المهم خميس رحت شقرا السلام عليكم ورحمة الله السلام انا وعافية خذ راحتك شو اسمه
قال ما في فنادق.